دي واحد البنيه وليدي ضيع عليا هذه اليوم 7 ايام باش ضاعت ليا. كانت يعني كنت عاد عدوزتي برك تعدى واحد يومين جاي انا وياها. قلت لها تعالي يلا تعالي. قالت لي ماما خلي لعب شويه بالطعارج. خليتها كتلعب وليدي بالطعارج وكاكين صافي. قلت لبا انا غدا نطلع يلا رد ليها البال. لابسه واحد العبايه كحله ولابسه واحد السيربيطه لداخل بيجامه ودار على هذيك الجليبيه وزيف كحل فوق راسها. قالت لي ماما غنلعب شويه وغنطلع. صافي خليتها. جيت مع ديك العشونس باش نلقاها لقيتها ما كاين ما طلعتش. صافي بقيت هذيك الساعه كندور انا وبا خارجين كندور وندور يعني ما جينا حتى ثلاثه الليل وحنا كنقلبوا عليها ما لقيتهاش. زايده في 2004 بنتي كانت عيانه شويه متبعه لها على الطبيب النفساني. ماشي صحيحه راه مريضه هيايا. دابا انا قطعت ليها الدواء ودابا هي قطعاتو هذه ملي مشات ثاني قطعاتو ما عرفتش حالتها كي دايره بعدها. هادشي اللي ابي خير باركه في الدار تاكل تشرب تنعس وقت اللي بغات تفيق اللي بغات. كنقول لها بنتي نوضي ديري هادي. تقول لي ماما ما قادش. نقول لها بنتي عنعسي بنتي مريضه زعما عا بقاي نعسي. وداك الشيء ما كنضربها ما كنصلخها ما حتى حاجه. ما خليت فين درت عليها خليت فين مشيت البحر مشيت لي العماله مشيت ليها ما خليت فين مشيت. وكل فين يقول لي دابا انا جيت للسبيطار علقت لها تصويرته كنقول ربما ميته ربما حيه ما عرفتش. القلب ديالي تيبكي ما عرفتش كيف يمكن دابا واش مية ميتة ولا حية ولا. خلاتني انا وباها مكويين عليها وخوتها تا هما كذلك. لا رضوان ولا يوسف كلهم كيسالوا عليها اختها سارة. باها تا هو مضيوم كل ساعة كيطيح كل ساعة كينوض. قالك انا بنتي خاصني نشوفها وصافي. كنقول بنتي لك تشوفينا وتعالي بنتي راه ما كاين اللي غيمسك ما كاين اللي غيضربك ما كاين اللي غادي يهجك ما كاين حتى حاجه. جي بنتي انا باقا باغاك بنتي وانت مريضه. جي انا امك وانت بنتي كدوي انا كتجي تنعسي معايا تتقولي نعس معاكم. ماما واخا نكون انا نعس مع بوها تجي تقولي لا نعس معاكم. انا ما يمكنش ليا نعس بوحدي. انا كنطلب من هاد الناس اللي شافت بنتي صيفطوا عليا وما تخلونيش انايا كنمرض دوك انا وباها وحالتنا حاله وهي مريضه ناقص عليها الدواء. مشكلة الدواء خصها ضروري تشربو يوميا وعدا المواعيد خصني نديها ليه. هادشي اللي كنطلب منكم الناس الا عشتوها ولا رايتوها عفاكم الا ما جيبوها ليا وقدموها ليا. راه يا واخا تشوفوا بنتي راه كتبان ليكم صحيحه اللي شافها راه يقول صحيحه وهي راه عالم بها من الله من الداخل. انا مو اللي عارفه راه عندها وريقات تاع الدواء كلشي انا عندها والدواء ديالها عندها وريقات ديال السبيطار عندها كلشي. مريضه بنتي نفسيا نتبع لها في الطبيب انه نرش تاع الدراري الصغار وعندي ليه الموعد خصني نديها ليه. الله يرحم والديكم.